بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبيبة زينة، إن شاء الله كامل تكونوا بخير، إن شاء الله كامل تكونوا بصحة جيدة ونفسية مرتاحة. اليوم راح ندخلوا في الحصة الثانية من حصص مراجعة دروس ثانية، والحصة هذه خاصة بالقانون العروات. قبل ما تشاهدوا هذا الفيديو تاع قانون العروات، ننصحكم بمشاهدة حصة رقم 1 لقانون أوم، لأنه كان ارتباط كبير بين قانون الأوم وقانون العروات. فلنبدأ على بركة الله وحفظه. أول حاجة، وش هو قانون العروات؟ جماعة، باه نطبقوا قانون العروات، وش لازمني؟ باه نطبق قانون العروات كما شفنا في حصة قانون أوم، وش لازمني؟ أول حاجة لازمني دارة، وش تكون؟ دارة لازم تكون مغلقة، راهي خارجة عندكم بهذا الشكل. أوكي، صبروني دقيقة، نافيشي لايزر. وش لازم تكون دارة؟ لازم تكون مغلقة. ثاني حاجة، لازم الدارة هذه وش تكون موجودة فيها؟ بطارية. باه نطبقوا قانون الأوم، لازمنا أول حاجة نعينوا اتجاه التيار. اتجاه التيار الاصطلاحي من القطب الموجب القطب السالب، واستقطابية تاع مولد الجهد ديما تبع مسار التيار، ويبقى الاستقطابية تاع المقاومات وش لازم تكون يا جماعة؟ وش لازم تكون عكس اتجاه التيار. إذا وش هو قانون العروات؟ قانون العروات هو مجموع الجهود في دارة مغلقة يساوي صفر بشرط، وش هو الشرط؟ دارة مغلقة، والدارة هذه تحتوي على بطارية. واش لازمنا نديرو؟ نديرو عروة. تحبوا ديروها في اتجاه عقارب الساعة، ولا تحبوا ديروها عكس عقارب الساعة؟ فاهمين عليها؟ وقانون العروات هذا لمن يشبه جماعة؟ يشبه هذا المثال. هذا المثال شايفينه ولا ماكش شايفينه؟ جماعة، لو كان مثلا تحب تروح ولاية بعيدة، مثلا حاب تروح وهران ولا مصغانم ولا كذا، من المستحسن اسكو تروح مع طريق السيارة ولا تروح مع الطرق الفرعية؟ خي من المستحسن لازم تبع طريق السيار. باه تدخل طريق السيار واش لازم لك؟ لازم لك ترانسفورماتور. راك تشوف هذا ترانسفورماتور، مجرد تدخل ترانسفورماتور واش راح يصير لك؟ راح يسهل لك الطريق، راح توصل المكان، راح توصل وهران باسرع طريقه. اذا قانون العروات كما ترانسفورماتور تاع طريق السيار، متفاهمين عليها؟ اعطيتكم هذا المثال باه ديما تفكروا قانون العروات، متفاهمين؟ إذا واش يقولنا قانون العروات؟ إذا هذه الدارة مغلقة، الجهود بين مجموع الجهود واش يساوي؟ واش يساوي الصفر. نشوفوا في سي سي اتجاه تاعها، اتجاه تاعها مع واش؟ مع العروة، معناتها واش راح يكون المقدار تاعها؟ موجب. نروحوا نشوفوا في ار واحد، استقطابية في ار واحد عكس عكس العروة واش راح يكون؟ سالب. في ار اثنين عكس العروة واش راح يكون؟ سالب. هذو الجهود الثلاثة واش يساوي؟ مجموعهما يساوي الصفر. هذا هو قانون العروات. إذا قانون العروات هو مجموع الجهود في أي دارة مغلقة وش يساوي؟ يساوي الصفر. فاهمين؟ روحوا لي بعدها. جماعة راكم تشوفوا هذه الدارة، راكم تشوفوا هذه الدارة، هذه الدارة وش قاعدة ندير؟ قاعدة نحولها، نقلبها دارة بسيطة، أسهل من هذا. إذا راكم تشوفوا هذا القطب الموجب، هذا القطب الموجب سميته في سي سي. من بعدها التيار جماعة وين يروح؟ التيار وين يروح؟ يروح المقاومة R1. شوفوا رسمت خط، هذه المقاومة نسميها R1. من بعد التيار وين يروح؟ بعد R1. من R1 وين يروح؟ يروح ال R2. صاي. ومن بعدها التيار هذا من R2 وين يروح؟ يروح القطب السالب، هذا سميته جراوند اللي هو جي ان تي. شفتوا هذه الدارة؟ هذه الدارة راكم تشوفوا فيها هي نفسها الدارة هذه. وهذا المخطط تعودوا تخدموا به بزاف بزاف. هذا المخطط يسموه مخطط أحادي السلك. نسألكم سؤال، هذا المخطط أحادي السلك نقدر نطبق عليه قانون العروات ولا لا؟ لا. شكون يجاوب؟ هيا تعال استاذ نطبقوا عليه عادي، نطبقوا، ما تدوخكمش دارة مغلقة. هذه ثاني دارة مغلقة، ها في سي سي بس نرجعوا في المكان، شغلها مبسطة فقط. جماعة شوفوا، شوفوا راح نطبق قانون العروات على هذه الدارة. أنا حابكم تعودوا تخدموا بكل بساطة، ماشي يمد لك دارة هذه وتحولها دارة مغلقة. هنا راح نخرج قانون العروات من هذه الدارة. شوفوا شنو ندير؟ أول حاجة شنو ندير؟ نخرجوا اتجاه التيار، اتجاه التيار خي يجي من القطب الموجب القطب السالب، مفهوم هذه؟ من بعد واش نخرجوا؟ استقطابية مولد الجهد، الاستقطابية تاعو تكون مع اتجاه التيار، متفاهمين عليها؟ من بعدها استقطابية مقاومة R1 باش يكون الجهد تاعها عكس التيار، واستقطابية ناقل أومي R2 عكس التيار. اسكو نقدر نطبق العروة في هذو ولا ما نقدرش؟ في هذه الحالة تقدر السالب نقدر عادي. ها رسمتكم العروة، هذه مرة العروة دارتها عكس عقارب الساعة، صح ولا لا؟ لا. إذا خرجوا خرجوا للعبارة هنا، شوفوا العروة في سي سي تمشي مع العروة، واش معناتها؟ موجبة، معناتها في سي سي في ار واحد عكس في ار واحد ناقص في ار واحد، في ار واحد ناقص في ار اثنين يساوي الصفر. لو كان نسألكم سؤال، ما خير الدارة هذه ولا الدارة هذه؟
ثانية خير ثانية خير هذه السيف حياته. أنا شفت الأولاد كيجوا يقرأوا عندي مرة الأولى نشوفهم يهابوا من هذه الدار. وهي سهلة مخطط لوحد السلك هو سهل، بالعكس ما تضلش تحولوا العروة ومن بعدها تزيد خدمة على راحك مباشرة أبدا خدمة صحيح. إذا قانون العروة شو يقولنا؟ مجموع الجهد في دارة مغلقة واش يساوي صفر؟ لازم دارة واش تكون مغلقة ولازم يكون هناك جهد بطارية صحيح. كاش أسئلة هنا يا جماعة؟ ها يا جماعة زينة اللي عنده أسئلة يتفضل. مفهوم. ما كاش أسئلة؟ ما كانش. نكمل. هاي نكملوا يا جماعة. ايوه واش قلنا؟ قانون العروة واش يساوي؟ يساوي في سي سي ناقص في ار واحد ناقص في ار اثنين يساوي صفر. من بعد قاعد يجيك سؤال يا جماعه يقول لك احسب لي في ار واحد ولا احسب لي في ار اثنين. اذا في ار واحد واش يساوي؟ ادم جاوبني في ار واش يساوي واحد من قانون العروة. هيا ادم. ادم تفضل. لو كان يقول لك احسب لي في ار واحد خي تبدا بقانون اوم. لو كان ما يساعدكش قانون اوم واش تخدم؟ قانون العروة. في ار واحد واش يساوي؟ ننقلوها الطرف الثاني. اذا في ار واحد صحيح. اذا في ار واحد واش يساوي؟ كنقلوها الطرف الثاني تولي موجبه يساوي في سي سي ناقص في ار اثنين. زيدو في ار اثنين يا جماعه واش يساوي؟ خرجوا لي قيمه عباره في ار اثنين. في سي سي ناقص في ار اثنين صحيح. تساوي في سي سي ناقص في ار اثنين في ار واحد ناقص في ار واحد. على في ار واحد هاي من القانون. ها قانون العروات واش راني نحسب في ار اثنين كنقول في ار اثنين تساوي في سي سي ناقص في ار واحد. اوكي لازم لكم التركيز. طيب فهمي على قانون العروات. ايه قانون العروات واش هو؟ كي يقول جهد ناقل اومي مجهول واش يساوي؟ يساوي جهد المصدر في العروه المغلقه ناقص مجموع الجهود تحت الدارة. لو كان يعطيك زوج مقاومات وثلاثه تقول باللي جهد المقاومه المجهول واش يساوي؟ جهد المصدر اللي عندك هو في سي سي ناقص مجموع الجهود تاع باقي المقاومات. فاهمين على هذه؟ هذه هي نفسها هذه. ها اذا في هذه الملاحظه في ار اثنين واش تساوي يا جماعه؟ في ار اثنين واش تساوي؟ تساوي في سي سي معناتها جهد المصدر ناقص مجموع المقاومات اللي بقاو. واش بقى لي هنا؟ في ار واحد اثنين. لو كان جاو عندي ثلاث مقاومات، لو كان جاو عندي ثلاث مقاومات في ار واحد واش يساوي؟ يساوي في سي سي ناقص في ار اثنين ناقص في ار ثلاثة ناقص في ار ثلاثة صحيح. فاهمين؟ روحوا لي بعدها. هيا روحوا لي بعدها. اللي بعدها واش هو؟ تمرين رقم واحد. في التمرين رقم واحد واش قال لكم يا جماعة؟ قال لكم احسب الجهد بين طرفي المقاومة ار اثنين. أكيد راح تستخدموا قانون العروات. هاي يا جماعة اضغطوا وقفوا الفيديو ومن بعدها حاولوا في التمرين، بعد نهاية المحاولة عاودوا شغلوا الفيديو وشوفوا الحل نتاعكم. عادل الإمام يحييكم، قال لكم كل شيء سهل. صحيح. هاي يا جماعة بعد ما كملتوا المحاولات هيا نشوف شوفوا الخدمة تاعكم وصحوا الأخطاء تاعكم. هيا نبدأ في الخدمة. سؤال وش طلب مني؟ قال لي احسب اصبروا دقيقة صغروا هذه. قال لك احسب الجهد بين طرفي المقاومة ار اثنين وراه الار اثنين هذه هي صحيته. إذا أول حاجة وش لازمنا بها قبل ما نحسبوا في ار اثنين؟ ديما نشكلوا الدارة، نشكلوا ماني خاسر حتى حاجة. نعينوا اتجاه التيار، اتجاه التيار من القطب الموجب القطب السالب، هذا هو الاتجاه الاصطلاحي. ثاني حاجة وش نديروا؟ نخرجوا الاستقطابيات. عندي هذه في سي سي تكون مع التيار وباقي المقاومات ولا نواقل الاومي واش يكونوا؟ عكس التيار هكذا. من بعدها يا جماعه نبداو بقانون اوم. لو كان نجي نحسب ار اثنين نبداو بقانون اوم. هيا لو كان نطبقوا قانون اوم، قانون اوم واش يقول لي؟ يقول لي في ار اثنين تساوي ار اثنين في اي. اذا ار اثنين واش يساوي؟ في ار اثنين على اي. اسكو ار اثنين في ار اثنين عطاها لي يا جماعه؟ ما عطاهاليش. اوكي والتيار ما عطاهاليش. باه نطبق قانون اوم نولي نزيد نحسب في ار اثنين العروات ونزيد نحسب التيار صح ولا لا؟ واش تولي لي خدمه تولي طويله شويه. في هذه الحاله واش نلاحظوا؟ نلاحظوا باللي في سي سي معلومه، في ار واحد معلومه، في ار ثلاثه معلومه. مادام هذو كامل معاليم اسكو في ار اثنين نقدر نحسبوها ولا ما نقدرش نحسبوها؟ نقدروا نحسبوها ببساطه بقانون واحد قانون العروات. عروات ايوه هاني درت قانون العروه. واش راكم تلاحظوا مع مع اتجاه العقارب الساعه؟ اذا واش نقولوا؟ نقولوا باللي في سي سي تمشي مع مع العروه تكون موجبه. في ار واحد ناقص في ار واحد عكس العروه. في ار اثنين ناقص في عكس العروه. وفي ار ثلاثه ناقص في ار ثلاثه. هذو كانوا شو يساوي؟
صفر صحيح. وانا سالت ايش قال لي، قال لي قال لي احسب الجهد في ار2، اذا في ار2 هذا ننقل الطرف الثاني، ننقل مباشره الطرف الثاني، اذا في ار2 يا جماعه واش يساوي في ار2؟ في سي سي ناقص في ار1 ناقص ار2 هو الموجب، وهذه تبقى كما راه في سي سي صحيح ناقص ناقص في ار1 ناقص في ار3 ناقص ار3 صحيح. عوض المعادين طبعا نديروا تطبيق عددي صحيح. اذا في ار2 يا جماعه واش يساوي في سي سي؟ قد اعطاها لنا 12 12 في ار واحد 2 فولت، والاخرى تساوي 4 فولت، 4 فولت 6 6 فولت تساوي 6 فولت صحيح. جماعه قداش لقيتوها 6 فولت؟ اعطيكم واحد الملاحظه هايله، مادام هذه 6 فولت واش جات؟ جات نصفها من في سي سي صح ولا لا؟ لا نصف. تاكدوا تاكدوا باللي مقاومه ار2 واش تساوي؟ تساوي ار1 زائد ار3. فانت تحسبوا ار1 وار3 مجموعهم تلقاو مقاومه ار2، باسكو الجهد هذيك 6 فولت وهذوك يدوا 6 فولت. هذو هذو الامور حاولوا تدخلوها في راسكم، تولي لازم تكون خفيف في الحساب. اوكي فاهمين عليها؟ كاش اسئله هنا بالنسبه للتمرين الاول؟ هيا يا جماعه شكون اللي عنده سؤال؟ هيا اللي عنده سؤال يتفضل. كاين بسطه تبقى نفسها عادي تبقى نفسها. نروح نشوفوا الميساجات اللي بعثوا لي ميساجات. استاذ عاودنا الملاحظه الاخيره، راح لي الصوت. واش هي الملاحظه الاخيره؟ واش هي الملاحظه اللي دارت بالنسبه للمقاومات؟ جماعه واش قلت لكم؟ هذه تاع الانسان كيعود يحل تمارين بزاف يولي هذو كامل في راسه، يولي كل شيء في راسه، يولي ما يحتاج حتى القوانين، يقدر يحل الداره بكل بساطه. واش قلت لكم؟ قلت لكم في ار ثينك ده لقيتها، لقيتها 6 فولت، و6 فولت واش هي؟ هي نصف في سي سي. قلت لكم تاكدوا مقاومه ار2 لو كان تحسبوها راح تلقاوها تساوي ار1 زائد ار2، باسكو هذو الجهد هذو الجهدين مع بعض 6 فولت، وهذه في ار2 تساوي 6 فولت، بما انهم تساوي راح يخرجوا نفس المقاومه. اذا ار2 واش تساوي؟ تساوي ار1 زائد ار3. من بعد حاولوا تحسبوها في الدار تلقاوها صحيح. متفاهمين؟ ها يا جماعه روحوا المثال رقم 2، والله التمرين رقم 2 صحيح. هيا مستر بين واش يقول لكم؟ تحبوا مستر بين؟ مستر بين واش يقول لكم؟ يقول لكم وقفوا الفيديو، وقفوا الفيديو وحاولوا في التمرين. بعد ما تكملوا المحاوله تاع التمرين عاودوا شغلوا الفيديو وقارنوا المحاوله تاعكم مع الاجابه النموذجيه تاع الاستاذ، واذا لقيتوا الاخطاء دونوها في كراس الملاحظه. انت فاهمين؟ بعد ما كملتوا المحاولات شغلوا، اضغطوا على اعاده التشغيل. هيا نبداو نحلوا التمرين. هيا يا جماعه زينه نبداو نحلوا التمرين. شفتوا جماعه في التمرين الاول عطيتكم داره مغلقه كلاسيكيه، هنا واش مديت لكم؟ داره على شكل مخطط واش هو؟ احادي السلك. خي سهل هذا ماشي سهل. سؤال واش طلب منا في السؤال؟ واش قالنا؟ قال لك احسب الجهد بين طرفين مقاومه ار3. بما انه في سي سي معلوم، وبما انه في ار1 معلوم، وفي ار2 معلوم، في هذه الحاله شكون القانون راح يساعدني بزاف؟ قانون اوم. قانون العروات. قانون العروات. نبدا بقانون اوم راح تولي عندي فيه خدمه، بصح قانون العروات كي تلقى الجهد وكل ما عالي في العروه هذه. نقص من هذاك في البيت. ديريكتوم بقانون العروات، فاهمين عليها؟ اذا السؤال قالنا احسب الجهد بين طرفين المقاومه ار3. اذا اول حاجه واش لازمنا نديرو يا جماعه؟ واش لازمنا نديرو؟ اتجاه. لازمنا نشكلوا الداره، صحيح، اتجاه التيار. اتجاه التيار كيفاه يكون؟ من القطب الموجب للقطب السالب. صحيح. ثاني حاجه واش لازمنا نديرو؟ اتجاه مولد الجهد يكون مع اتجاه التيار. صحيح. اذا هذا هو عكس اتجاه التيار، والبقيه واش تكون؟ عكس اتجاه التيار. صحيح. ومن بعدها نديرو عروه. هاني العروه هذه مره واش درتها؟ عكس عقارب الساعه. اذا مجموع الجهود في الداره مغلقه واش يساوي؟ صفر. صفر. من عروه ا لدينا واش؟ في سي سي تمشي مع العروه واش راح تكون؟ مقدار موجب. موجب ار واحد. في ار واحد ناقص عكس التيار. ناقص في ار واحد صحيت. في ار اثنين ناقص في ار اثنين. ناقص في ار اثنين صحيت. وفي ار ثلاثه عكس التيار. ايوا كامل واش يساويو؟ صفر. سؤال مطلوب منا واش نحسبوا؟ الجهد بين الطرفي ار ثلاثه معناتها في ار ثلاثه. في ار ثلاثه ننقلوها الطرف الثاني، شفتوا كيفاه؟ مانيش ماشي ننقلوا هذوك الثلاثه ونخلوا في ار ثلاثه ونفسدوا الخدمه تاعنا، ننقلوا المجهول. اذا في ار ثلاثه واش يساوي؟ كان ناقص واش يولي؟ موجب. اذا في ار ثلاثه واش يساوي؟ في سي سي ناقص في ار واحد ناقص في ار ثلاثه صحيح. ومن بعد واش نديروا؟
تطبيق عددي في سي سي. جماعه ركزوا مليح على الوحدات الدوليه. احنا في الثمانيه كمان عطيتكم بوحدات دوليه. لو كان نقول لكم مثلا في سي سي جماعه لو كان نقول لكم في سي سي تساوي 0.24 كيلو فولت واش تولي دير؟ حاولوا لنا الفولت ضربوها في 10 قوات كيف صح اللي راهي تحكي جماعه عليها تحكي تقابل الميكروفون راه كاين وحده تحكي هاي اللي راهي تحكي خلاص المحاولات خلاص ماريا ماريا صاي لينا وماريا لينا لينا صاي لينا كش ما عندك سؤال اسأل هنا اسألي هنا اوكي كوبي الميكروفون تاعك لينا صحيت اوكي نكملوا جماعة اذا في ار 23 يساوي 24 ناقص 2 ناقص 8 كي نحسبوها في ار 23 يساوي 14 فولت هيا شوفوا المحاولة قدرت تسوي 24 ناقص 2 22 ناقص 8 14 فولت تسوي 14 فولت 14 فولت فاهمين كاش أسئلة هنا يعني شتو قانون عروات بسيط ما في حتى إشكالية ومرة دي نعود ندخلوا قانون عروات مع الأوم فاهمين روحوا التمرين اللي بعده هيا روحوا التمرين اللي بعده التمرين اللي بعده مستر بين راح يحارب صاي راح يدخل حرب لازم يخرج منها ايوه لازم يخرج منها ثاني ايوه اول حاجه جماعه كي شفتوا التمرين الثالث واش مطلوب منكم وقفوا الفيديو وحاولوا في هذا التمرين بعد ما تكملوا في المحاوله شوفوا الخدمه نتاعكم هيا بالتوفيق اخدموا تفضل هيا اوكي بعد ما كملتوا المحاوله تاعكم نشوفوا الاجابه النموذجيه هيا يا جماعه نحلوا التمرين في التمرين هذا واش عطالي دوره عطالي داره فيها قد فيها عروه جماعه قد فيها مقاومه على التسلسل ولا التفرع هيا فيها عروتين ما يهمنيش مقاومه على التسلسل ولا التفرع مازلنا ما بعد نجيو ليها ان شاء الله شكون تلاحظوا اللي الداره هذه تحتوي قد عروه هيا جاوبوني قد فيها عروه هيا جاوبوا 2 فيها ثلاث عروه عروه ايوه صح شو اذا هذه العروه العروة الداخلية هذه واحدة فتح الميكروفون اصبر دوك نكوبي شكون لها فاتحة الميكروفون اصبروا ديزاكتيفيهم انايا اوكي 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 جماعة الاوتوريزاسيون يمدها لعبدو برك كي كل ما نكمل تمرين نمدها لواحد اخر يقول لي واحد يرفع يده ونمد له اوتوريزاسيون يقعد يشيخ معايا انت فاهمين دركو زهر راه عند عبدو راه محظوظ هو اللي يقدر يناقش معايا واللي عنده سؤال يرفع يده كما قلت لكم تفاهمينا بلا ما يفتح الميكروفون حتى نقولوا تفضل عبدو واش هو السؤال هنايا في التمرين اثنين واش قال لي احسب الجهد بين الطرفين المقاومه ار واحد واش قلت لكم هذه الدار جماعه هذه الدار قدا فيها عروه جماعه ديما لازم تكونوا متيقظين يقظين كيف يعني هذه عندي العروه الاولى واش تشمل العروه الاولى تشمل في سي سي وفي ار واحد وفي ار اثنين وفي ار ثلاثة والعروة الثانية وش فيها العروة الداخلية وش فيها فيها في ار اثنين وفي ار ربعة وفي ار خمسة وكان العروة الخارجية هذه كبيرة جماعة العروة الخارجية هذه كانت تشوف فيها وش فيها العروة الخارجية هذه كما هذا نتبع وش فيها في سي سي ار اكيفالو وار واحد وار ربعة وار خمسة وار ثلاثة ماشي ار اكيفالو اتونسيو ار اثنين ماشي داخلة فيها ار 2 ماشي داخله في العروه الكبيره صحيح العروه الكبيره واش هي تبع التيار من قطب الموجب حتى توصل قطبه السالب فاهمين عليها هيا هاي نرجع السؤال تاعنا السؤال تاعنا واش قال لكم احسب الجهد بين الطرفين المقاومه ار 1 كي يقول لك احسب الجهد بين الطرفين المقاومه ار 1 تبدا بقانون اوم هكذا قبل ما نبدا واش نديروا يا جماعه خلينا نديروا اتجاه التيار هذا التيار يمشي بهذا الشكل يوصل العقده هذه وش يصير الجزء يروح المقاومه ار 2 والجزء يروح المقاومه ار 4 ومن هي من بعدها وش يصير له التيار وش يصير له يعاود يتجمع في عقده هذه ويرجع القطبة السالب فاهمين عليها اوكي هيا نبدا وش قلنا نعينوا اتجاه الاصطلاحي التيار ومن بعد وش نعينوا استقطابيات تاع مولد الجهد واستقطابيات تاع نواقل اوميه استقطابيه مولد الجهد تكون مع اتجاه التيار ويستقطب العكس وهذه العكس وهذه العكس وهذه العكس وهذه العكس صحيح
جماعة السؤال واش قال لكم احسب الجهد بين طرفين مقاومة ار واحد صحيح اذا في ار واحد واش يساوي هيا جاوبوا في سي سي ايوا ناقص في ار 2 ناقص في ار 3 ناقص في ار 2 ناقص في ار 3 صحيح هاي راح نتبع جماعة انا راح نتبع خدمة زميلكم جماعة راح نتبع خدمة زميلكم وبعدها نديروا الحل لازمنا نحوسوا لازمنا الدارات الكهربائية نبسطها قد ما نقدر انا دركو راح نخدم بطريقه زميلكم وبعدها نعطيكم طريقه ابسط لازم تكونوا مركزين هكذا قادر يمد لك عروات بزاف وقادر تمني تحلوا في سؤال واحد انا نشوف الاولاد بزاف يبداو يحفظوا الحاجه ما يفهموهاش انا دركو زميلكم اش قال لي قال لي استاذ بان نحسب في ار واحد قال لي طبق العروه هذه نطبق انا العروه تاع حنطبق شهر اذا من عروة هذه واحد وش عندنا في سي سي خي ناقص في ار واحد ناقص في ار اثنين ناقص في ار ثلاثة انا وش راح نحسب وش راح نحسب راح نحسب في ار واحد اذا في ار واحد وش يساوي جماعة في سي سي ناقص في ار اثنين ناقص في ار ثلاثة في سي سي عندي ولا ما عنديش عندي معلومة في ار اثنين عندي سهولة شتو مشكل في ار ثلاثة معلومة لو كان طبق النتيجة وش تولي في ار واحد تساوي 12 ناقص في ار اثنين ناقص اربعة هنا تلقى اشكالية وشنو اللي ندير في هذه الحاله بطريقه زميلكم زميلكم شغل راهي شغل وكانه راه حافظ قال العروه حتى نتبع طريقته اذا شنو اللي يدير زميلكم بما انه في ار 2 مجهوله واش يولي يزيد يدير واش يولي يدير يدير نقاط واحد والهدف تاعو واش راح يدير يحسب في ار 2 في ار 2 يا جماعه من يجيبها يجيبها بقانون اوم يجيبها بقانون اوم كي مدلو ار 2 وتيار هذا والله من عروه ثانيه صحيح ايوا العروه الثانيه هاني درتها اتجاه عكس عقارب الساعه من عروة ثانية وش لدينا؟ مجموع الجهود وش يساوي؟ صفر. إذا في ار 2 تمشي مع العروة ولا العكس؟ هاي يا جماعة في ار 2 تمشي مع العروة ها تمشي مع العروة معناتها موجبة في ار 4 في ار 4 عكسها عكس عقارب ناقص في ار 4 ناقص في ار 5 وش يساوي؟ صفر. إذا أنا وش راني نحوس في ار 2؟ إذا في ار 2 وش يساوي؟ يساوي ناقص في ار 4 ناقص في ار كي ننقلهم يولوا موجبين وش يولي؟ في ار 4 زائد في ار 5 في ار 4 عندي ولا ما عنديش عندي في ار 5 عندي اذا في ار 2 وش يساوي 4 زائد 3 وش يساوي 7 اذا هذه 7 فوت نعوضها يا جماعه نعوضها في ار 2 صحيح كي نعوضها بتعويض في 1 في ار 1 وش يساوي تولي 12 ناقص 7 قد 12 ناقص 7 5 و5 ناقص 4 واحد فولت اذا في ار واحد يساوي واحد فولت جماعه واش راكم في هذه الطريقه فيها خدمه شويه اي باه معقده ماشي معقده اللي يخدم بها عادي انسان لازم كل مره يتطور انسان لازم كل مره يتطور لازم يطور في الفكر تاعو كل ما يطور راح كل حاجه تولي له سهله يلقى افكار جديده هكذا جماعه طفون مايك دينا اوكي انا طفيت المايك دينا شوفوا معايا صبورة يا جماعه اذا بعد ما لقينا في ار واحد راح نعطيكم طريقه اسهل الطريقه هذه فهمتوها شكون اللي عنده سؤال اللي عنده سؤال يبعث لي سؤال هاي اللي عنده سؤال يمشي الميكروفون تاعه ما كانش هاي يا جماعه روحوا الطريقه اسهل شوفوا يا جماعه الطريقه الثانيه جماعه واش قلت لكم قبيله كاينه عروه الاولى وكاينه عروه ثانيه وكاينه العروه الخارجيه شوف واش ندير شوف واش ندير راكم شوفوا هذا التيار اوكي شوف واش درت هذه المقاومه واش درت لها جماعه وكانني محيتها جماعه ماشي نحيتها حبيت نبان نوصلكم للصوره خفيتها كما نقولوا ما نحيتهاش خفيت هذا ما كان كي خفيتها واش راكم تلاحظوا هذه عروه ولا ماشي عروه عروه قد فيها مقاومه ربعه هذه الـ في ار 4 معلومه وفي ار 5 معلومه وفي ار 3 معلومه وفي سي سي معلومه نقدر نحسبوا في ار 1 ما نقدرش نحسبوه نقدر رقم العروه نقدر نحسبوه بكل بساطه صحيح اذا هذه العروه الكبيره راكم تشوفوا فيها هاني لولتها لكم بلون الاخضر بهذا الشكل نديروا استقطابي تاع في سي سي وهذو يكونوا استقطابيتهم عكس اتجاه التيار اذا واش يقولنا مجموع الجهد في دائره مغلقه واش يساوي صفر اذا في سي سي في ار 1 عكس التيار عكس العروه في ار 2 عكس العروه ناقص في ار 4 عكس العروه ناقص في ار 5 عكس العروه انا واش هو الهدف تاعي واش نحسبه في ار 1 في ار 1 اذا في ار 1 ننقلوها الطرف الثاني اذا في ار 1 ايوه اذا في ار 1 ناقص في ار 2 ناقص في ار 2 ناقص في ار 4 ناقص في ار 5 بعد واش نديروا
صحيت نديرو التطبيق نعوضو 12 ناقص 4 ناقص 3 ناقص 4 واش تساوي 1 فوت والناس النتيجه شفتوا جماعه اذا اش معناتها قانون العروات ملخص تاع الدرس لينا اصبروا ديزاكتيفو لها الصوت اوكي جماعه ملخص تاع الدرس قانون العروات واش هو قانون لحساب الجهود وقت نطبقوا قانون العروات كتعود عندنا الداره واش هي مغلقه وهذه الداره مغذاه بواش بطاريه واش هو نص قانون العروات شو يقول لي مجموع الجهود في الداره مغلقه واش يساوي صفر يا لينا لا كي تاكتيفي يا لينا واش هو المشكل اللي عندك جماعه واش قلت لكم باللي قانون العروات واش هو مجموع الجهود الداره مغلقه يساوي صفر هكذا اللي جهود استطابية الجهود اللي تمشي مع العروة تدي مقدار موجب واللي تكون عكس العروة تدي مقدار سالب هكذا لينا كيعود عندك مشكل لينا ركزي معايا منيح كيعود عندك مشكل افتحي الميكروفون عادي بصح ما تهضريش هذا معك مطلوب منك ما تهضريش اوكي اللي عنده مشكل يفتح الميكروفون مي ما يهضرش وي تفضلي لينا كونيكسيون عندها ضعيفة من الأسف جماعة واش قلت لكم في القانون العروات كيعطيك دارة فيها مثلا عروتين تأكدوا واش فيها عندها عروة الأولى الداخلية عروة الداخلية الثانية والعروة الخارجية واش ما فهمتيش لينا الفيديو راح نطلعوا في اليوتيوب إن شاء الله راح نطلعوا في اليوتيوب وإن شاء الله سألت من وين هي إيوه R2 عليها نحيتها بان وصل نبين لكم العروة الخارجية هذا مكان هاي وراي R2 ها هاي وراي طيب شغل حاب نفهمكم باللي عروة خارجية قلت لكم خفيتها ما قلت لكمش نحيتها قلت لكم ها هاك بهذا الشكل خفيتها كي خفيتها بانت لكم العروة هذه الكبيرة ولا ما بانتش؟ ايه هذا هو الهدف تاعي خفيتها بتشوف العروة الكبيرة هذا مكان ما نحيناهاش ما حذفتهاش خفيتها عليكم برك بتشوفوا العروه الكبيره بتفهموا واش معناتها العروه الخارجيه جماعه مازالت 9 دقائق وتكوبا لينا واش هي السؤال تاعك هيا لينا واش هي السؤال تاعك نفهم فيك واش تقولي ما صوتها وصل قطع راكب هي فاروح يرجع اليوتيوب ما راح تحكي مع صاحبتها ولا كيف راه تشيخ مع صاحبتها جماعه هيا كاش اسئله باه نخليكم تروحوا تعشوا وتصليوا صلاه العشاء ومن بعد بعد نصف ساعه نديروا واش نديروا قاسم الجا هكذا هيا جماعه اللي عنده اسئله يتفضل فيصل تفضل تفضل شيخ عاودنا برك على الوحدات كي نحولوا الوحدات ايوا زميلكم سالني سؤال على الوحدات جماعه اول حاجه لازم تعرف واش معناته مضاعف واش معناته الجزء صحيح اصبروا نكتب لكم بالستيلو اصبروا راستيلو شوفوا يا جماعه مثلا واش لازم تعرفوا هذه كبيره بزاف أنا عاش نكتب بلاصوري هنا مضاعف لازم تفهموا واش كلمتها مضاعفات وتفهموا واش معناتها أجزاء طيب راك تسمع فيا مضاعف واش معناتها مضاعف معناتها يضاعف الوحدة الدولية يضاعفها مرة مرتين ألف مرة 10,000 مرة إلى آخر هذا واش معناتها مضاعف والجزء هو جزء من وحدة دولية مثلا جماعة واش هي المضاعفات مثلا لو كان اعطيكم كيلو ام اسكو مضاعف ولا جزء كيلو مضاعف إيه. اذا واحد كيلو ام واحد كيلو ام واش يساوي واحد في واش في 10 قوة 3 في 10 قوة 3 صحيح واحد كيلو ام مضاعف لو كان نقول لكم
واحد ميجا 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 اوم ميجا مضاعف ولا جزء مضاعف مضاعف ميجا تعرفوها في اليوتيوب هذه واحد كيلو كا واحد ميجا كا تعرفوها نورمال اذا واحد ميجا اوم يساوي واحد في عشرة قوة ستة طيب وكاين تيرا واحد تيرا واحد تيرا اوم عشرة قوة 12 تيرا كذلك مضاعف ساعة عشرة قوة 9 كما قال لك الزميل تيرا هو عشرة قوة 9 مفهومة هذه وش هي يا جماعة هذه وش هي والميكرو فاراد هذه مضاعفات مفهومة دوكو نمحيو هذه ونروحو وراهي فاسيتو روحو الأجزاء الأجزاء أول جزء وش هو واحد ميلي 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 أوم جماعة ميلي مضاعف ولا جزء 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 ميلي هاو بيت ستاع وميلي إذن واحد ميلي أوم وش يساوي يساوي واحد واحد في عشرة قوة ناقص عشرة قوة ثلاثة وكي نطلعوها الباص ولي عشرة قوة ناقص ناقص ثلاثة صحيح واحد ميكرو أوم أنا مدها يكون في الأومة وطبقوها على كل واحدة دولية واحد ميكرو أوم عشرة قوة ناقص ستة هي تساوي واحد في عشرة ناقص ستة قوة ناقص ستة ولا نقول واحد على عشرة قوة ستة سهلة نعم روح لي بعدها واحد والنانو استاذ نانو واحد نانو أوم رغم أنه نانو أوم هذه مش كتش كينا كينا في المكثفة واحد نانو فارع واحد نانو أوم يساوي واحد في عشرة قوة ناقص ناقص تسعة يا سلامي في كامل أنا ناقص تسعة صحيح وكان واحدة أخرى سموها واحد بيكو 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 فراد بيكو ما نديرو فراد مثلا خير المكثفة واحد بيكو فراد قد يساوي الفراد عشرة قوة ناقص واحد في عشرة اثناش قوة ناقص اثناش واش فراد فراد واحدة دولية هذه كما واحد في عشرة قوة ثلاثة أوه. هذه عشرة واحد في عشرة قوة ناقص ستة صاي هذه بالنسبة وحدة دولية إذا كيما لك وحدة دولية لازم تعرف اسكو مضاعف ولا جزء إذا كان مضاعف أضربه في عشرة قوة موجب إذا كان جزء أضربه في عشرة قوة ناقص بس هكذا هيا يا جماعة زيد شكون عنده أسئلة بقاو ثلاث دقائق وتتكوبا هذو هما الأسئلة لا كده نرجع أستاذ بعد نصف ساعة كي كوبي بعد نصف ساعة نقول لكم على قداها أصبروا قداها الساعة 10:20 راه 9:10 دقائق نقولوا تكتبوا على 9:10 ترجعوا ل 49 دقيقة غير 20 هي غير 20 49 دقيقة ولا 10 غير ربع بالك نبداو 10 غير ربع ساعتكم هكذا ولا قداد تكمل الحصة تكون فيها فيها ساعة بالكثير ساعة ولا ساعة حاجة هاي يا جماعة اللي عنده أسئلة يتفضل هيا مازالت ثلاث دقائق تكوبا نقرا التعليقات على قده ساعه نولوا تولوا على العشره غير ربع درنا قانون توتر وتيار تمارين هذا وكنت نقولها لكم تيارات تجمع ماشي حركزوا عليها بزاف تيارات كنت نركز عليها كي نقرا لكم ترانزستور اوكي ماني نقول لكم احسبوا التيار بزاف فاهمين باسكو لا كي يقول لك احسب تيار جماعه كي يجيك سؤال احسب تيار جماعه يجيك سؤال يقول لك احسب لي هذا التيار هذا التيار كان يحسبوه كان يحسبوه قانون اوم قانون اوم قانون اوم واش تقولوا تقولوا في ار واحد وش يساوي ار واحد في اي اذا اي واش يساوي يساوي في ار واحد على ار واحد. اذا عطاك اي على ار واحد اذا عطاك في ار واحد وعطاك ار واحد تلقى النتيجه اذا عطاك في ار واحد مجهول واش تولي تلقى قانون العروات ار واحد ببساطه ما في حتى اشكاليه ولا ولا يا جماعه التيار هذا واش يوخي التيار كل اللي جاي من هذا التيار واش يساوي يساوي في سي سي جهد البطاريه على المقاومه المكافاه مقاومه المكافاه واش دير ها ار 5 على التسلسل يعني مجموعهم واش تولي اركيفالون مثلا نقول لكم هذه مثلا 2 وهذه 2 واش تولي 4 بعدا كي تحسبوا هذه تولي ار 2 وهذه تولي على التفرع هما على مجموعهم تلقاو قيمه نتاعها
من بعد اش تولي؟ تولي دائره فيها مقاومه، تولي ار واحد زائد ار ثلاثه زائد ار ايكفالو اثنين، اجمعهم تلقى مقاومه كليه، ومن بعد احسب في سي سي على المقاومه الكليه تلقى التيار هكذا. ايه هيا زيدوا كذا. ار اثنين تولي في ار ايكفالو اثنين، ار اثنين ار اثنين يا جماعه. وش تدير؟ ار اربعه وار خمسه وش بهم؟ على التسلسل صحيح. مثلا نقولوا لقيت ار ار مثلا 6 هي ار اكيفال، ار 6 وار 2 ايش بهم؟ على تفرع، على تفرع. مقاومه المكافاه ما بين مقاومه على تفرع ايش يساوي؟ جداءهما على مجموعه تولي على مجموعهما ار 6 على ار 2. كي تلقوا نتيجه تولي تولي هذه ار 7 جديده هكذا نسميها ار 7. ار 7 هذه ايش تولي؟ R1 و R7 و R3 شو يولوا على تسلسل؟ تسلسل يعني R1 زائد R7 زائد R على تسلسل. إذا التيار الكلي وش يساوي؟ VCC على هذه المقاومة الكلية اللي يسميها R8 بعد ما تحسب نجمعوهم أجمعوهم باسكو هم يقولوا على تسلسل. ها أه. أوكي نعم هاي مزيت قد الوقت راح تكوفا يا جماعة استاذ تفضل قبل ما تكوفا عليك تفضل نورتون تيفنا نظرية نورتون نورتون في مش داخلين ماش داخلين في الباك. هيا سلامات هيا لو كان جاو داخلين نعطيها لكم بواحد الطريقه بسيطه خلاص ولو تلعب فيهم لعب مي مانيش حاب نتعبكم نقراهم ما تقراهمش يا ما زلت تشوفوا ليه